في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم والداعية ولا سيما العالم يحسن به إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن يزار كبير أو شريف للتأثير عليه أن يحمل هذا العلم. ومن ثم فإن قول بعض السلف لا يؤخذ على عمومه، وهو قولهم: العلم لا يأتي وإنما يؤتى إليه. فإذا وجدت مصلحة لحمل العلم فإنه لا يؤخذ بعموم هذا القول. ويدل له أيضا ما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ذلك الغلام اليهودي، فلما زاره قال: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهو عليه الصلاة والسلام حمل العلم إذا وجدت مصلحة في هذا.